وصفة النهاردة الكاليماري المحشي. هاتي بولة وحطي فيها الفلفل الألوان، ضيف عليهم ربع كيلو كاليماري مسلوق وربع كيلو جمبري مسلوق، ضيف عليهم كوباية طماطم مكعبات صغيرة ونص كوباية شبت وربع كوباية بقدونس، ضيف على الخليط رشة كمون ورشة ملح، رشة شطة ورشة بابريكا. قلب الخليط كويس وضيف عليهم نص كوباية عصير ليمون ومعلقتين كبيرة زيت. ضيفي 3 معالق كبيرة فلفل حامي و3 معالق ثوم مفروم ورشة فلفل أسود. احشي الكاليماري بالخليط وفي طاجن الفرن رصي شرايح بصل وطماطم. ضيفي عصير الطماطم ومعلقة صلصة. رصي الكاليماري في الطاجن وضيفي باقي الخلطة عليه. ضيفي بقى عصير الطماطم على الوش، رشة عصير ليمون ورشة زيت على الطاجن. دخلي الطاجن في فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد ما يستوي. وألف هنا. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.